لدينا هذا الزخم لأننا نعمل من أجل أحلام وتطلعات الشعب الأمريكي، لأننا متفائلون ومتحمسون عما يستطيع فعله سويا. ولأننا نعلم أنه حان الوقت لجيل جديد يحمل شعلة القيادة. وأنا سأكون الرئيسة القادمة للولايات المتحدة الأمريكية. الآن السباق الرئاسي لم ينتهي بعد، ونحن نحتاج أن ننهي هذا السباق ونحن في المقدمة. لذلك نحن أمامنا أمور كثيرة نفعلها. نحن نحب عمل الشاق. العمل الشاق هو العمل الجيد. العمل الشاق هو أن تعمل جيدة ولا تخطئ فيما نحن حياله. سنفوز. سنفوز. سنفوز لأن الجميع هنا يعرف ويدرك ما نحارب من أجله. ولدينا فرصة في هذه الانتخابات أن نقوم بغلق الصفحة التي تتسم بها الفترة الماضية، وهي فترة الانقسام. والولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لبداية جديدة للتقدم للأمام، حيث نرى مواطنين أمريكيين الآخرين لا كجيران وليسوا أعداء لنا. لأن القائد يعرف ليس بمن قام بهزيمته، ولكن بمن قام بمساعدته للتقدم. وميشيغان، أنت تعرفينني، إنني لا أخشى النزال القوي لعقود. وأنا كمدعي عام لقد فزت بالمعارك ضد البنوك التي قامت بخداع أصحاب المساكن، وأيضا من قاموا باستغلال الطلاب الجامعيين، وأيضا فزت بالمعارك ضد من قاموا باستغلال أصحاب المعاشات وضد التكتلات الإجرامية التي كانت تتاجر في الأشخاص والأسلحة. ووعدي وتعهدي لكم إنه إذا ما أعطيتموني فرصة أن أكافح من أجلكم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، فلن يقف شيء أمامي أثناء فعل ذلك. أنا هنا لكم، وسأستيقظ كل يوم للكفاح وللنزال من أجل جعل حياتكم أفضل، لجعل أسعار البضائع أرخص، وأن أجعل المساكن في متناول أيديكم. وخطتي تنطوي على عمل خفض للضرائب التي يدفعها أصحاب الطبقة الوسطى والصغيرة، وتخفيض أسعار المنازل بما في ذلك المنازل التي يملكها كبار السن. لأنني وأيضا سأقوم بخفض الرعاية الصحية للمواطنين خصوصا كبار السن، لأن أظن أن الرعاية الصحية هي حق وليست ميزة. وبالنسبة للأشخاص الذين يريدون التخلص من قانون الرعاية الصحية،
الذي هو في متناول اليد، وأن يقوموا بإرجاعنا للأيام التي كانت فيه الشركات الخدمات الطبية تقوم بالسيطرة على حيوات الناس. أنتم تعرفون ما أقوله، لن نعود للوراء، لن نعود للوراء، لأن معركتنا تتعلق بالمستقبل. وهي معركة من أجل الحرية أيضا، بما والذي يشمل حق المرأة الأصيل في عمل القرارات الخاصة بجسدها، وأنه لا يجب على الحكومة أن تقول لها ما تستطيع فعله أو فعله بخصوص جسدها.